واو، يا لها من كعكة رائعة! كعكتي جميلة وطعمها مذهل. لدي كعكة صغيرة لا قيمة لها. الآن سأتمنى أمنية رائعة ستتحقق بالتأكيد. أريد مجموعة من الحلويات الرائعة تكفيني مدى الحياة. عيد ميلاد سعيد لي. أوه، ماذا يحدث؟ مرحبا أيتها الفتيات، لقد دخلتم إلى التحدي. دعونا نذهب للمشاهدة. واو، لقد قدموا لنا النودلز. كم هو رائع، لكنني حصلت على نودلز رخيصة. ماذا لدى الآخرين؟ أوه، لدي نودلز ذهبية في كوب ذهبي. هذه الأناقة الغنية. ها، لا تجعلينني أضحك. لدي نودلز ألماس يا غالية. يبدو أنني يجب أن أتناول غدائي المعتاد. دعوني أجرب الأكل بهذه الأعواد. الأمر صعب للغاية. لماذا لم يطبخوها حتى؟ أتخلص من العيدان وأجربها. قاسية أسناني. مايلي، انظري إلى المسكينة بلا أسنان. ماذا؟ اللعنة، سأظل بلا أسنان للأبد. لن أكل النودلز بعد الآن. ماذا؟ هل تمكنت من طهي المعكرونة بفضل دموعي؟ إنه أمر مضحك. البكاء يمكن أن يكون مفيد. هذا لذيذ، لكنني ما زلت بلا أسنان. أوه، لدي فكرة. كان لدي علكة من العام الماضي، لا تزال ملتصقة على الطاولة. دعوني أضعها بدل سني. لقد نجحت، رائع. يمكنني أخيرا الاستمتاع بالنودلز الذهبية. أنا جائعة جدا، سوف أتذوق هذا الذهب. أوه، إنه قاسي نوعا ما. انتظروا، هذه ليست نودلز ذهبية، إنها سلاسل ذهبية حقيقية. هذا سحري. سأضع كل شيء على عنقي. أوه، لم يكن لدي مثل هذه من قبل، لكنني رأيت هذه في الصورة. هذا ثقيل نوعا ما. أوه يا إلهي، لقد تعبت. أوه، الحمل على رقبتي ثقيل للغاية، لا أستطيع تحمله. ساعدوني في إزالة السلاسل. أوه، أصبح الأمر أسهل بكثير بدون هذا الوزن الذهبي. هذا هراء رخيص مقارنة مع خاصتي. الآن سوف أتذوق النودلز الألماسية. رائحتها غنية للغاية، رائحتي المفضلة. إنه سوار مرصع بالألماس. دعوني أجربه الآن. المجوهرات الكبيرة تناسبني حقا. وهنا خاتم، وحتى قلادة والسوار. أوه، ما هذا؟ واو، إنه تاج يناسبني ويليق بي حقا. كم هو جميل. هذا الضوء الساطع جذاب للغاية. أعطني سوار. أحب هذه القلادة مايلي، شاركي. تحفة طهي أخرى جاهزة. أوه يا آنسة، إلى أين تركضين؟ نحتاج إلى الألماس. هل تريد الألماس أو ربما تفضل الكعكة؟ أمسكي. ناقص واحد. والآن قطعة جميلة لجيس. لا شيء يوقفهم. ممتاز، الآن سأطلي كل شيء بسرعة. من حرك سلمي؟ أنا على وشك السقوط. أوبس. ماذا؟ لقد دمرت فستاني قيمته مليار يورو. نريد الألماس. مهلا، هذا مضحك للغاية. اللعنة، أنا ملطخة. أوبس. حسنا، العمل لا ينتظر. واو، يا له من صندوق ضخم من المصاصات. أتساءل كم يوجد في الداخل. لدي مسدس صغير به مصاصة. هذا يبدو جميل. ما هذا أيضا؟ مصاصة قديمة؟ حتى خدمي لا يأكلون بهذه الطريقة. حسنا يا كبير الخدم، أنت بحاجة إلى تنظيف هذه المصاصة وإعادتها إلى مظهرها اللذيذ بسرعة قبل أن تفقد وظيفتك. لا أريد تناول الطعام من على الأرض. أفهمك سيدتي، سيتم إجراءات تنظيفية قوية. دعونا نلقي نظرة على هذه المصاصة تحت المجهر. أيها الميكروبات والبكتيريا، أين أنتم؟ علينا التخلص منكم على وجه السرعة.
من الجيد أن لدي هذا المطهر، سأستخدمه الآن. ممتاز، الآن المصاصة كالجديدة. واو، إنها تبدو لذيذة. شكراً لك يا كبير الخدم، ستتم مكافأتك. وأنا مهتمة كيف سيعمل هذا الشيء. رائع، مصاصتي هنا ولذيذة للغاية. هيا أخرجي، لم أنتهي منك بعد. لعبة غبية، انتهى الأمر، لقد أغضبتيني. أوه، كل ما كان يجب هو كسره. ممتاز، وأنا لدي صندوق كامل من المصاصات، ولكن كيف أفتحه؟ ربما قام شخص ما بوضع المفتاح. ها هو المفتاح الذهبي، رائع. أين هو المفتاح؟ لقد فعل كل شيء بنفسه. يمكنني إزالة القفل الآن وفتح هذا الصندوق. واو، هناك مصاصة واحدة، إنها لذيذة. لكن ماذا تفعل؟ العصا تحول كل شيء إلى حلوى، هذا مذهل. القفل يبدو أكثر شهية. جيس، صديقتي، ربما يمكنك تحويل هاتفي إلى مصاصة. هيا. حسناً، آمل أن كل شيء سيعمل. إنه مصاص الآن. أصبح هاتفي مصاصة لذيذة، هذا مدهش. نكهة التفاح. اللعنة، أريد مصاصة أيضاً. لدي خاتم ماسي، حوله إلى حلوى يا جيس. سهل للغاية. هناك خطب ما، يدي تحولت إلى مصاصة. جيس، ماذا فعلت؟ اكسري التعويذة بسرعة ولا سأكسر عصاكي. هيا أعملي. نجحت، يدي عادت إلى طبيعتها. القفل لم يعد مصاصة، وهاتف مايري أيضا. ماذا قلتي؟ أنا منغمسة جدا في هذه اللذاذة. على ماذا تضحكون؟ أوبس، كنت ألعق هاتفي. يا إلهي، أي نوع من الهراء هذا؟ عجين؟ غريب، لماذا أحتاجه؟ أنا لدي فطائر فضية، تبدو مذهلة ببساطة. أخيراً، كل شيء في مكانه، حصلت على شيء فائق الثراء مرة أخرى. حسناً، سأتذوق هذه العجينة غير المفهومة. أيوه، مقرفة للغاية. حسناً، سيتعين علي إيقاظ الطاهي بداخل وصنع فطائر الوافل الخاصة بي. البوب إيت، فكرة عظيمة. أسكب العجينة في القالب وأقليها قليلاً على نار مفتوحة. فقط انتبه ألا أحترق. انتهيت. دعونا نرى على ماذا حصلت. واو، إنها وافل حقيقية. الرائحة مذهلة، لكن كيف هو الطعم؟ لذيذ بشكل لا يصدق، أفضل من عجين لوحده. هذا مقرف، سأجرب فطائري الفضية الآن. دعونا نقيمها. تبدو شهية وطعمها. واو، ألذ مما كنت أعتقد. تعالوا إلي فطائري، سأتناول كل الأطعمة اللذيذة هكذا دفعة واحدة. سأكلكم جميعا. إلى ماذا تحدقون؟ لقد نسيت الأتيكيت. إنه لذيذ، لم أستطع السيطرة على نفسي، آسفة. لا أعرف ماذا أفعل هنا معهم. حسنا، دعونا نتحقق من فطائري الغنية. واو، يا له من ضوء. أطفئ هذا الضوء. هكذا أفضل، هكذا أفضل. هذا الضوء مشرق للغاية فعلا، لكن مع النظارات أفضل بكثير. فطائري الملونة لامعة للغاية، دعونا نتذوق. نكهة فريدة جدا، إنها لذيذة للغاية. يبدو أن الضوء قد توقف. جيس، ماذا ترتدي؟ لم يعد هناك ضوء. كان ذلك أفضل وافل في حياتي، سأخبر الشيف أن يعدها كل صباح. ابتسامتي الساطعة تصل إلى كل الفضاء. يبدو أن شعاع الساطع أسقط طبقاً ما هناك. واو، إبريق وبذرة ذهبية، ماذا سينمو منها؟ أريد أن أعرف ذلك عاجلاً. ماذا لدي؟ تفاح وكريمة ملونة؟ رائع. لماذا أحصل على مأكولات سيئة؟ تفاحة فاسدة؟ لن أدع حتى كلبي يأكلها، ناهيكم عن وضعها في فمي. أحتاج إلى طبيبتي الشخصية.
دكتورة، مرحباً، عالجي هذه التفاحة حتى أتمكن من أكلها. الحالة صعبة للغاية، لكنني سأتعامل مع الأمر. أنا أفضل طبيبة في العالم. أحتاج إلى تحديد الجزء الذي نحتاج إلى استئصاله بعناية. العملية الجراحية جارية بالفعل. على جميع الهدوء الآن. أقطع الورم، وهناك طفيلي في الداخل، نزيله ونقوم بإدخال غرسة اصطناعية. جاهز؟ المريض يتمتع بصحة جيدة الآن وجاهز للاستخدام. صحة وعافية. المراجعة يوم الثلاثاء. حسناً، دعونا نجرب هذه التفاحة المسكينة. أوه، لذيذة، لا بأس بها. أريد تجربة الكريمة الخضراء هذه. واو، زينة شوكولاتية لذيذة، رائعة. الآن دعونا نضع التفاحة على سيخ ونغمسها في الكثير من الكريمة. أريد أن أجرب كل شيء دفعة واحدة. أعتقد أنني بحاجة إلى المزيد والمزيد. واو، لقد حصلت على تفاحة قوس قزح. أعتقد أنها ستكون لذيذة بشكل لا يصدق. أجربها الآن. واو، أصبح لساني بألوان قوس قزح، رائع. أنا لدي بذرة ذهبية، سوف أجربها. إنها قاسية للغاية، لا أستطيع قضمها. لماذا تضحكون أيها الأوغاد الأغنياء؟ حسناً، سأضع البذرة في الدلو وأسكب بعض الماء من إبريق السق الذهبي وأنتظر حدوث معجزة. انتهينا، ماذا يحدث؟ حسناً، لم يكن علي الانتظار طويلاً، لدي شجرة تفاح كاملة. أرى أن هناك شيئاً لذيذ، دعونا نصعد ونجرب. كنت أتسلق أشجار الجيران كثيراً، لكن هذا مرتفع للغاية. ها هي التفاحة الثمينة. أنا أفقد توازني، أنا أسقط. لكنني تمكنت من الحصول على التفاحة الذهبية. سأقيمها الآن. أوبس، قاسية جداً أسناني. التفاحة الذهبية ليست لذيذة، إنها مؤلمة. شكراً لمشاهدة الفيديو المشوق الخاص بنا، نراكم في التحدي القادم. ضعوا إعجاب واشتراك في القناة، وإلى اللقاء يا أصدقاء.